السلام عليكم، كيف حالك؟ وعليكم السلام، بخير الحمد لله. وأنت؟ أنا بخير أيضا، ما أخبارك؟ لا شيء جديد، الحياة تسير بشكل طبيعي. وأنت؟ كذلك الحمد لله. كيف عائلتك؟ الحمد لله بخير، شكرا على السؤال. وعائلتك كيف حالها؟ الحمد لله كلهم بخير، شكرا. بالمناسبة، هل تريد أن نأكل الغداء معا اليوم؟ بالتأكيد، يسعدني ذلك، في أي وقت؟ ماذا عن الساعة الواحدة؟ ممتاز، سأكون هناك